هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت ليلة لقاء الكبار، لقاء العمالقة، ليلة حامية الوطي ساخنة الأقدار، أنفاس مئات الملايين تتقطع وهي تتابع مجريات الصراع، هجوم ودفاع، زحوفات وكسر هجمات، تسديدات وتوازنات وهزائم وانتصارات. وعبد الشخوة حانب لنا هو الجدال حقه. مش وقتك يا باقي الشخوات. برشلونة وريال مدريد يا متبردق، وين طلعت لي ساعة السعلة في الوسط؟ قال لك سعلة؟ ما في السعلة ساعة ونص، ده طاعون. أعوذ بالله من دمك ما أثقله، من خبرك ما أهبله، من عقلك ما أتنحه. يا رجال استحي وأعرف متى ترغي أنت وشنبك الأخبال هذا تقول باتمان. مباراة وانت لوك من كثر هداره قل مقداره، شحات تشتي زكاة زي أبوك وجدك، هذه خلاصة هدرتك. هيا تعال بعد المباراة نتفاهم. ما فيش معاكم مهرة يا بيت الحوثي، ولا منكم متعلم واحد عليها القيمة ياخذ رزقه بشرف. ما فيش منكم طبيب ولا مهندس ولا تاجر ولا حتى مقاول ولا صاحب مهنة شريفة، بس لفلفات سمن وبيض من المكالف محوات وحروز، ولا نص باسم الدين وقطع طرق ونهب ونثرات طول عماركم. أكرموكم الناس لكن ما يعز اللهين، المخلوع يشقي بك وحاط رجل على رجل وانت تنبش القرف كله، ولما تخلص بيطلع يقول إني بريء منه، الحوثي بيده كل شيء، لبسك القاوق وانت عشقت الشاص. بطلنا المباراة خلاص، سد نفسي الله يسد كل شي في بو. خلونا نشوف ايش قالوا. قال الزماط رئيس مجلس الانقلاب يصدر قرار تعيين لطالب ثانوية كمستشار بدرجة مدير عام في رئاسة الجمهورية وعمره 19 سنة. عمره 19 سنة يا مدير القناة، شفت اللي يقدروا الكفاءات. بس يلا بنصبر. ولما ضق الناس وانتشر الخبر ألغوا القرار وقالوا خطأ إداري. طبعا الليد رجع يبكي مقهور، فصرف له الزماط 5 لبن في شارع 50. انقلاب كله مجهالة ومسخرة، بس مش ملاحظين انه قرارات الزماط ذا ما حد يحترمها أبدا. راجل مهزع ثاني قرار يلتغي في نص الشهر. يا زماط قلت لك كون اندع، حرام وطلاق فوق قراراتك، كذا باتت بهدل كثير. قالوا كمان يحيى الحوثي وزير الانقلاب للتربية والتعليم قال لمدرسين طالبوا بمرتباتهم خذوا أجوركم من أولياء الأمور ما عندناش مانع. والله كيف يا يحيى حروز ومحوات تشتي المدرسين يرجعوا لمهرة أبوك وجدك؟ آخر الأسبوع شلوا أجرتهم بيض وسمن وكعك من الطلاب. يا راجل استحيح، قال جلس بألمانيا 5 سنوات ولا قطع في بك يا متبردق، ولا تحضرت خزيت بنحنا عند الأجانب، إيش نقول للأجانب دالحين؟ ور 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 وتشتي ترد الناس لزمان الكتان. هاتوا البيض، هاتوا 5 بقاش، وأخوك طلع يشحت بالزكاة. بات انقلبوا بسترة وشراب، ولا انقلاب وزعامة وويزرة والصرف من داخل. قالوا كمان سفارة اليمن في موسكو استدعت الشرطة لإخراج طلاب اليمن المطالبين بمستحقاتهم. ايش في بهم دول السفراء؟
اختلبوا خالات فوق غدا على الطلاب في كل أرض. خالات فوق غدا ما هلوش، طيب غدوهم وبهرروا زي خالة زمان. شوف يا أكبع، لو هو يحيى صالح ذاهنها بالك ألو قال لك أنا واقي موسكو، والله لا تروح للمطار قري تستقبله وتنسق له مع الدومة واللي بالي بالك. أما ذولا الطلاب استدعي لهم الآن وقول لروسيا هذه مشكلة حكومة الشرعية الفاشلة وسلام الله على العفشي. تحية لسفيرنا في ماليزيا اللي هو السفير دكتور باحمد اللي عامل الطلاب كمواطنين قال خدمتهم، اللي قال انه وزير خارجيتنا لشؤون تويتر اذن من طين واذن برضو من طين، ما فيش عند ذولا عقين ولا ما يسد قوع يمني. وعلى ذكر القوع والفلوس، قالوا أن مؤتمر جنيف لإغاثة اليمن تمكن من جمع أكثر من مليار دولار من المانحين. الحمد لله، الحمد لله، خبر ممتاز وإنجاز كبير. بس وآه من بس، لازم رقابة حتى على المنظمات الدولية وشفافية ولا سجل لحاب. وعلى عرف المرق فتو غدانا. كمان في ملاحظة مهمة، يعني دول العطوان كلها تبرعت لليمن عبر المنظمات الدولية اللي توصل المساعدات بشكل أساسي لمناطق سيطرة الإنقلاب. ويش فتحش أخوة مشرفينه كلهم دول العطوان تبرعوا، كلهم، السعودية والإمارات والكويت وأمريكا وأوروبا وكل العالم، ما عدا مين؟ ما عدا إيران. مين يفهم المخلوقات الحوثية الجاهلية بأن مستواهم شيعة شوارع عند الإيرانيين وتبرعاتهم بس مفاتيح الجنة كارتون خاب وش ولا نقص. مو معك يا جني، صقيت أنا كل أسبوع خطاب وهذرة وتطلع ملبب حالتك بالتنك، تنقع القاس وتقول قربوا الميكروفون، هو نفسخ بقلش شاي حليب كذا عدني مش بخطاب ساعة ونص. هيا خير، ايش في معنا دي المرة؟ في الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه نقول من جديد عظم الله لنا ولكم الأجر. ذكرى استشهاد أبو مدعى القرآن الناطق، ذكرى سنوية قلت لي، ها؟ ده كان مستشهد مرات، ساعة تحتفلون به في سبتمبر واليوم تحتفلون به في إبريل، مو معاكم بالسدي بسبع أرواح، يستشهد كل شهرين مرة، بكم الصرف؟ وبعدين تعال تعال، كيف بالله بشوف حاجة؟ الله، كيف قد الشعر حق ملعوص، حالته مو حالة تقول لا، العصر طوبة غرة. ملي كان بدخل احد من الكونتيسات حقكم تكوي، ولا اللي داخل تخصصون هنجمه بالاوالي فوق اصحاب التاكسيات بصنعاء، واللي خارج بيدنا وسكان اصليين، وين الاسدات ما يجينك وين الشعار يهقع لكم العمى. المهم يا شخوه، قلت لي احياء استشهاد القائد، وانت لك سنتين تشقي مع اللي قتله، ابو عفشفش حاطط رجل فوق رجل وانتم تملشنوا حتى نسوانكم وتعسكروهم. رسالتي لأولئك الرجال القاعدين في البيوت أشباه النساء وليسوا النساء، لأن النساء أشرف منهم. جاوب جاوب يا شخوة، سمعت إيش خالت؟ مدري من أشرف من مدري من. حمز متى الغفور ومتى السلام متى الرحمن البنادق، وانت جالس وسط القرف تتقعر ساعة الصعوبة فوق الشعار، جالس تتقلف في بول مقعدته ومراعي النسوان يقاتلين بدالك. يلا قدوا من جيز أخوك القائد وصلوا له للجرف وهو يقرقر مداعة جنب المجاهدات حقه. المهمة ما له الشعار حقك كانت لعوز كده، لا تقول جني أهتم بأشياء تافهة زي الشعار اللعوز، لأنه ما فيش في الخطاب كل أبو جي سوا ساعة واربعة عشر دقيقة بالضبط وهو يكيل تراب يلت ويعجن الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة وعاق والده وعاق والده. ما فيش شي جديد معلّى الشعار الملعوز، من لعوزه عليك فكيته من الوسادة.
متأكد الشعار ما هو الشؤون داخلية بالغلط علقته وراك. فكر بالإجابة يا شيخ وايلة بعد الفاصل. فاصل ونرجع نشوف من لعوز له الشعار. ف قلنا اصبر يا جني. فاصل ف هيا ومرحب بكم. خطاب بعد خطاب مو مدفون بالكاف يتقلب فوق الشعار حق اخوه. يا رجال قوي قلبك يوم بتخون صنعاء، ولا ما تبديش على رجال. كيت حال صنعاء قد اسمك قهر الجرعاء وقائد الثورة، وخد با يكمل انقلابكم وحادك بالقرف. قوي قلبك إلا موتا، اطلع اخطب وهدير بين الناس. ما اسمح له يا زعيط يخرج يشم قليل هواء، اسمح له يزور صنعاء بحق العيش والملح والانقلاب. وحرم علي يدخلها. يا منك يا ابو عفشفش، تقفز للحرام والطلاق طوالي. عصبي عصبي، تعلم يا الزمار يا مهزاء. ولا مش هكا يا ابو عفشفش، لعوست له الشعار وخليته هو مسيرته على كل لسان. لبسك القاوق يا شخوايا قاهر الجرعه، ركب لك العذبه وطلعك قدام. دق بخصومه واستخدمك قفاز، وانت تتفشخر انك ورث قوته وتحوثه حتى اصحابه. واختلبوا الله مشرفين، وهات يا نثرات لعرضك. نعت لا ظهر الحوثي، لاصق شعار على بندق وناقتين وسابر. أما هو مخلي مسؤوليته ورتبها من البداية. القيادة السياسية الآن هذه ماسكة السلطة وهي مجموعة أنصار الله، أما أنا لا، أنا بريء من هذا الكلام كله. شفت كيف؟ إني بريء منك، بالنص زي إبليس الرجيم. فين الرواتب؟ قالوا هم الحوثة المتحكمين، مش المؤتمر ولا المالية معاهم. فين الأمن والأمان؟ قالوا هم الحوثة مسيطرين مش المؤتمر، وأنتم قلبتوا سواء. قالوا لا لا لا، لهم أنصار الله المنقلبون، ولا أخطر من المخلوق في لعبة الأنصار. يجربك اليوم من ذات الكاس اللي اشتغل بها بأسندوة وحكومة الوفاق اللي كان نصها مؤتمر، مع فارق واحد بس، إنه ما عاد فيش كهرباء ولا كلفوت. بس بايك الفتاك هو ولا يهمك. ولما نجي وقتك، أصحابه اللي خلعوا الميري ولبسوا الزنة وطلعوا الشاصات بيقتلبوا حماس سبتمبر ومنقودية الشعب اليمني العظيم. اصبر بس، ما تموت العرب إلا متوافية يا شخوة. مرتب أموره يا ورع مران، موصل الفيشة للفيشي والصمات والبخيتة والباغين والمبعسين الصغار. يظل فيران الخفافيش الظلم هذا ينتهوا ويتلاشى، والكبير يظل كبير والصغير يظل صغير. الكبار ها؟ وين تعيش خفافيش الظلم؟ في القرف طبيعي. ومن اللي بيمشى أحاديث وخزعبلات هذه الأيام؟ هذه مسألة واضحة. آه على بركة الله. إذن والله إنك راكب الموتور راكبه. هيا خلينا نكمل خزعبلاتك قبل ما تنقرض. هات أطربنا. ويصنعون عناوين كغطاء، مع أنه غطاء مكشوف. عنوان الإرهاب بات غطاء مكشوفا، وباتوا هم أم الإرهاب وأبوه وخاله وجده وعمته وأخته وكل شيء. ورجعنا للنسوان، عمته وأخته وخالته. وانت ايش تقرب للارهاب؟ امه من الرضاعه ولا عمته من المداعه حسين؟ او قد نسيت يا عبدو ابو الحروف والعناوين انك ابو الاغطيه كلها، مره باسم القرعه ومره الطواعش ومره تكفيريين ومره مرتزقه ومره خونه ومره عملاء ومره منافقين واخيرا كفار. الاسلام والقران يقول: ومن يتولهم منكم فانه منهم. يا أيها النظام السعودي، أنت بحكم الله في كتابه الكريم بآياته الناطقة أمريكي متأمرك متصهين. هيا ماذا الحين؟ من هو التكفيري من صدق؟ من هو أم الإرهاب من الرضاعة؟ المعقي حق الإرهاب في اليمن مين؟ أمانة نقلبك عبد الملك البغدادي. نفس الاستغلال سبحان الله، نفس الاستغلال الآيات والقرآن وتوظيفها لصالح مشاريعهم التكفيرية والمذهبية. وبعدين اسمعوا ايش قال: انت بحكم الله في كتابه الكريم واياته الناطقه.
القرآن الناطق حسين أخوه، هذه فهمناها، إنما الآية الناطقة ذولا منهم برضو من الشجرة شغالين نصب اسم الدين قرعة. اشتغل فيما تسمح به أمريكا، ما لا تسمح به أمريكا ممنوع. قل ما تريده أمريكا، ما لا تريده أمريكا ممنوع. تحرك في حدود ما رسمت لك أمريكا، إذا خرجت عن ذلك فممنوع. أنت زعلان يا عبدو أنهم شالوا منك المناقصة بس اللي كانت رست عليك أيام أوباما وكيري، سهل ده الحين ترامب قد فتح مضارف جديدة بعد ما شاف إيران وعيال الشوارع حقها فاشلين. هم قالوا لك بس تدخل صنعاء وترجع كهفك، وان صدقت الزوامر حق القحوم عالشط لا باب المندب. بعدها قابوك بالكرباج، قالوا هذا شكله ما يفهمش بغل عفاش شقابك ورجم، شفت الطمع وعمايله مهلكة. من جديد أيضا أوجه مطالبتي، أنا مواطن ومن حقي أن أطالب، مطالبتي الملحة على أن يكون هناك قانون جديد للزكاة يراعي فيها أنها ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الله، ولها مصارف حددها الله ربنا في كتابه الكريم. رايح راجع رايح راجع لا فوق الزكاة، خذوا طبع وسخ من يوم يوم، ما يقدروش ما يقدروش يعيشوا إلا على عرق قبيل الشعب هذا، ما بوش حتى خيال في الحلول الأفكار، مكانهم بثقافة المدافن والمقهاة، اشكالهم تجيب القول. وبعدين عادك اعترفت انك مواطن ومعك حق انك تطالب، واحنا مواطنين ومعنا حق نطالبك بالسكوت، ايش رأيك؟ ولا حقك حق وحقنا طابور خامس؟ بعدين كيف قانون جديد للزكاة يراعي فيها انها ركن؟ بيتعلموا الناس الاسلام على يدك مرة ثانية ولا كيف؟ قصدك ترجع المثمر حق الامام على رأس الرعوي؟ المثمر بترجعه باسم مشرف الزكاة. أخو قال شنو أجوركم من الطلاب، وهذا بعد ما قش الأخضر واليابس قال زكاة. قلت لكم والله ما باقي الله يفعل قانون للكتن والقمل يرجعون فوقنا، هذولا ما ينتعشوش إلا في ظل الكتن والزكاة والمرض والفقر والمقاعة والمقابر، ما يقدروا يرقدوا ولا يغمض لهم عين إلا الشعب كله يكون مش مبسوط. لازم منك هد. الفقراء هم الطبقة الأكثر انتشاراً في هذا الشعب. الفقراء أكثر انتشاراً ببركاتك يا عبد أنت ومسيرتك المسرقانية، مسيرة الفلال والعمائر القرآنية، ما عاد كفاك رواتبهم ولا قوتهم ولا حقوقهم اللي لهطها أنت ومشرفينك، وآخرها مليارات التأمينات الاجتماعية تنهب الموجود وتدور اللي مهلوش. قال لك زكاة، أي قل لعمك عبد الكريم يزكي؟ قل لي يحيى أخوك، وقل لعيال العماد والشامي والمتوكل، قل لمحمد عبد السلام الشركة النفطية بلغت النصاب تمام التمام، قل لعروض التجارة تجارة القرعة اللي تباكيت على الشعب ذا منها قبل سنتين، على 500 قرش اللي اسقطها واسقط دولة اليمنيين والشعب كله في الفقر والموت، لا حرمك الوطاف انت واللي راكب فوقك. فارس العرب نهايته طلع راكب فوق حمار. ايوش ولا نخص. السلام عليكم.